طيب so today our lecture will be about the introduction for the vertebra. And before I start يعني this lecture I want يعني tell you ال MSK completely different than ال RESPA. طيب respiratory was very easy مقارنة بده، يعني إذا أنتوا كنتوا شايلين هم الأناتومي فتقريبا البلوك هذا تلته تقريبا اناتومي، او خلينا نقول نصه، نص السيشن اناتومي. فبليز يعني you have to study يعني lecture by lecture otherwise you will lose everything at the end. هنا اذا انت متعود تذاكر يوم الاختبار في البلوك ده بالذات ما عاد ينفع. افتحوا اللي بيتكلم يفتح مايك لانه انا ما حاقرا الكلام اللي مكتوب في الشات، احب اسمع اصواتكم. فبليز يعني be careful during يعني this block. يمكن أنا أعتبره مو أصعب شيء قد ما هو أكتر حاجة ممكن تنضغطوا فيها. فبليز يعني you have to work. يا هاشم رافع إيدك، اللي بيتكلم يرفع يفتح المايك على طول ويهرج. يا دكتور السلام عليكم. أنا وعليكم عندي، السلام. هل ممكن نقسم الأوسبي لي مثلا للميد والفاينل ولا صعبة؟ يعني بدل ما تختبروا أنا اثنين أخذها، يعني. أيوه بدل ما أنا أخذها كلها مرة واحدة، يعني بحيث لا لا نقسم ال عمر أسار. هذا التقسيم مو من عندي، هذا طبعا شيء إداري بحت، تمام. هذا rules so we cannot do that of course it's impossible. يعني هذا شيء rule وقوانين جامعة مو من عندي. إحنا ممكن نساعدكم في نختبركم موك اكزام، ممكن نسوي لكم يعني نراجع لكم، ممكن هذا ممكن اللي نسويه، لكن قوانين الاختبارات هذه كلها للجامعة مو لينا. تمام. اوكي طيب خلونا نتكلم. هذا دكتور اول شيء لازم تعرفوه. ايوه يا مصطفى ايش عندك؟ السلام عليكم، معلش يا دكتور ممكن ترسلي لنا السلايدات بالله؟ I will. شكرا. أنا عدم إرسالي للسلايدات عشان أنا ما كنت منضافة للجروب حقت الـ MSK. أنا قبل شوية انضفت. أوكي؟ فأنا حرسل لكم don't worry. المحاضرة أصلاً مرة سهلة. الفرتبرا جداً سهل. هي المشكلة مش إنه المحاضرة صعبة ولا سهلة. أنا بقول البلوك حقت الـ MSK مو صعب قد ما هو دنس. طيب؟ إذا تخلوه يتراكم هنا يصير صعب، لكن هو ترى جدا سهل وجدا ممتع. Anyway let us start عشان إحنا we are late وأنا I want يعني to finish with you early عشان يعني you will get the time to relax for the other يعني session. So today we will talk about the introduction, the second lecture we will talk about the neck, and the third one we will talk about the back. إيش حناخد؟ كل المحاضرات في هنا في اللي حناخدها في MSK we will start with the bone, the basic structure of the bone, what is it, and we will move then to the muscle itself, the insertion and origin. The most important thing that you have to study during the lecture is the insertion and the origin, location and the function. في كل المحاضرات حتكون بهذه الطريقة عشان لا تلخبطوا فيها. الاتاتشمنت تراي يعني تو ستدي يعني وان يعني ليتشر باي ليتشر اور يعني تراي تو دو ذا اكشن اوف ذات مسل سو يو كان ايزلي ريممبر ات. واضح؟ سو ليت اس دو وش ايش بو ليه معلق يا الله أنا عندي ماني عارفة إيش هو معلق.
ايش بدا؟ طيب anyway let me do it like that. طيب if I want to talk about the back, الباك عبارة عن ايش؟ الريجن. مجمل وفقرات. الفرتبرا صح؟ مظبوط. ايوه الفرتبرا هذه كم ريجن فيها؟ السيرفيكال والثوراسيك واللمبر والساكرال. صحيح. فاحنا the same thing that you covered, I think you covered it already في ال كوشب صح؟ So you talked about a cervical, thoracic, and I have 7 cervical, I have 12 thoracic, I have 5 lumbar, 1 sarcum, لكن السارcum هي أساسا ما هي 1, هي 5 bones, لكن هي when it's fused together, it's give me as 1, صح؟ المثلث, صح؟ حقة الstructure حقة السارcum, وعندي الكوكسايجس, صح؟ الكوكسايجس برضو 4, and they fuse together, and it's give me like 1, okay? So those, it's the region of the vertebra. And now I have to know about the shape of each one. خلاص؟ كم عندي في cervical region؟ سبعة. عندي سبعة، عندي سبعة. فاكرين لما كنا نقول على الريب في typical و atypical؟ ايش هنا عندي الاتيبيكال فرتبرا؟ اول اثنين. واحد واثنين، واعتقد يمكن كمان قالوا لكم سبعه في الكوشب، ها؟ طيب بالنسبه للاتيبيكال معنى كلمه اتيبيكال هي شكل العظمه لما تكون مخالفه لاصحابها للمجموعه تبعها، خلاص؟ هنا انا اسميها اتيبيكال. ففي ناس قالوا typical حيكون واحد واثنين بالنسبة للسيرفيكال. في ناس قالوا لا واحد واثنين وسبعة. ليه؟ لأنه سبعة حقتها الفاينس الفقرة البارت اللي منها طويلة ونازلة لتحت عشان شكلها نفس شكل ايش حقت الثوراثيك، فقاموا قالوا هذه atypical. لكن احنا ما حنعتمدها اتيبيكال، احنا هنا حنعتمدها تيبيكال بحكم انه هي عندها كل البارتس اللي شبه السيرفيكال، بس هذا الشيء الوحيد اللي يختلف عن الاشكال الثانيه حقت السيرفيكال ريجن. طيب ليش؟ لانه احنا حقتنا المرجع حقتنا جريز اناتومي، اوكي؟ في كتب ثانيه تقول لا تعتبرها انه هي ايش؟ طبعا هو في على حسب يختلفوا الاناتوميست الكلاسيفيكيشن تبعهم، لكن خلينا احنا نتفق هنا معاك in this block انه 7 ما هو اتيبيكال، هو تيبيكال لانه الجزئيه الاخيره حقتها السباينس بروجكشن بروسيس ما هي شبيهه. فهذا شيء اتس فيري يعني لايت ثينجز ما حيأثر كثير، بينما الاجزاء البارتس حقتها الثانيه كلها موجوده. خلاص فالاتيبيكال فيها C1 C2. شوفوا انا هذه المحاضره تقريبا كاني حتكلم فيه عن المحاضره الثانيه والثالثه، انا هنا حتكلم، انتوا في المحاضره الثانيه انتوا حتتكلموا وحتشاركوا معايا، اتفقنا؟ عشان كاننا كده حفظنا مع بعض المحاضرات. واضح؟ واضح ان شاء الله. طيب فانا عندي هنا سبعه، افتكروا انه عددها سبعة مو ثمانية لما نيجي نتكلم عن السباينال كورد الحين، اوكي؟ نيجي نقول انه والله عندنا C8، هنا سبعة. ليش C8؟ شوية كده حنعرف ليش. الثوراثيك عندي T1 to T12، طيب؟ عندها ترانسفيرس حقتها وعندها في ديميفيسيت الحين حنشوفها مع بعض. هذه كلها ريجن فيسيت في الترانسفير وفيسيت في نفس البادي حقت نفس الفرتبرا عشان تو ارتكوليت وذ ريب. الميزه حقت الثوراثيك انه تو ارتكوليت وذ ريب as we talked during the last block. خلاص اللمبر عندي ريجن، عندي L1 to L5، اوكي؟
حتى في بعض الناس الاناتوميست يقولوا لكم ايش ال L5 atypical based on the spinous process. طيب حيكون كده شكلها اعرض وكانها برضها كانها نازلة عشان to be in the same area with the sacrum. خلاص. وعندي الساكرم طبعا هو S1 to S5 لكنها fused together. والكوكسايجس زي ما قلت لكم في عندي C1 to C4 لكن again it's fused together. اوكي. طبعا انا من اول بأشر وما حطيت على البوينتر. دي سيرفيكال ثوراثيك لامبر كوكسايجس ساكرم سوري اند كوكسايجس. طيب ايش في another thing that is important that you have to know about the primary curves secondary curves. ايش هي البرايمري كيرف والسكندري كيرف؟ ايش يعني الشكل كيف يكون شكل الفرتبرا after delivery وبعدين during the development ايش اللي بيصير؟ primary curve من الولادة لما يتولد يكون كده شكله خلاص concave بينما بعدين لما الواحد يبدأ يكبر يصير عنده الايش الكونفكس هذه هي السكندري. طب هذه when it's formed البيبي once it's born يعني the baby are they able to write their head؟ ما في pointer؟ في pointer دحين؟ إذا في عندك علامة اليد فوق اليمين ضغط عليها. ضغط عليها بس ما هي باينة عندكم؟ لا لا ما هي باينة. طب وبعدين؟ دقيقة ما في غير إنه يكلم أحد من الـ ID يشوف لي الموضوع ده. دكتورة نعم مو لازم نتكلم لها ايتي او شيء خلاص يمديكي ترسمين لحظة الو ريم ايوه انا كيف حالك تمام الحمد لله اقول لك احتاجك او شوفي اي احد افيلبل البوينتر عندي انا عندي محاضرة وما بيبان ماني عارفة ايش المشكلة البوينتر ايوه هنا حق المحاضرات في البلاك بورد طيب ما بيبان واصلا في عندي اصلا مشكله في السهم اللي غير لي السلايدز برضه ماني قادره يعني احرك بيه طيب هو هذا يكون في نفس الدكتور صح قصدك في البلاك بورد يس ماني عارفه ايش المشكله طيب حدخل على السيشن واشوف هم الطلاب بيقول لك ما يشوفوا صح ما يشوف البوينتر صحيح فشوف الوضع الله يسعدك شكرا في حاجات غريبة هنا طالعت لي بيني وبينكم وأنا ماني فاهمة يعني إيش اللي بيصير انتوا تشوفوا الشيء هنا وأنا برسم إيه بان طب غريبة يعني إذا هذا بان ليش داك ما بيبان أساسا كيف نشيله يعني بتشوفوا اللي قاعد يصير هنا صح؟ الله المستعان أخرج من الفول سكرين هو أنا حطيت لكم فول سكرين ولا إيه؟ You know what? I think I will do that. Hold on. I will close this part and I will share full screen like this. Uh,
I'll try يعني to participate my screen. شايفين السكرين حقي؟ Yes. تمام. أنا تقريبا دحين ما أشوفكم خلاص. اللي عنده أي شيء يبي يتكلم يفتح المايك لأنه أبدا ما أشوف أحد يعني كتابات. شايفين البوينتر؟ Yes. So this is the secondary, and this is the secondary. This is the primary, huh? Okay, this is the primary. How this is how it looks like. طيب هل البيبي إيش فائدتها دي؟ هل البيبي when يعني البيبي after delivery, are they able to raise their head? Are they able to sit? No. ليش؟ عشان because of the curve. ايوه عشان هو ايش حيكون كونكيف في البدايه لكن once it's formed the secondary curve خلاص they will able to hold themselves. ها هذه هي فائدتها. طبعا انا function as usual I'm not asking about بس يعني it's good to know الفانكشن طبعا حقه الفرتبره intervertebral disc يعني to form a strong joint absorb a shock طبعا ال intervertebral disc this is in between the vertebral the bone خلاص هنيجي نعرف هي ايش عبارة عن كم part اخدت ال embryo part حقت ال vertebra لا لا ناخذ طيب لما حتيجوا لجزئية الامبريو حتعرفوا كده في بعدين something will form طبعا انا عندي الامبريو 3 layer عندي اللي هي الامبريو عبارة عن كده الديسك حقت الامبريو بداية once it's formed 3 layer هذه الاكتو ميزو وعندي هنا الايش عندي هذه الاندو خلاص هنا ده الاكتو هذا اللي هيتكون منه السنترال نيرف سيستم هذا هو حق العضلات ومع عضلات الميزو ده هنا هيتكون عندي حاجه ايش اسمها الاندو حقه الفسرل خلاص هنا في شيء كده بعدين it will form طبعا هيكون يتكون لي زي الهول من الهول وهيجي يدخل لي يعني في دي الجزئيه طبعا في البارت في نفس اللاير حقه الميزو بس الميزو بارت حيكون كده اراوند حيكون على اليمين حيكون على اليسار مو في نفس الجهه يعني اللي حيتكون فيه حاجه اسمها نوتوكوردل ها النوتوكوردل ده اللي حيتكون لي بالطريقه مع نفس ما يتكون لي السنترال نيرف سيستم او التيوب النيورونال تيوب حيكون في دي الجزئيه طيب من تحت في زي التيوب حيتكون لي اسمه نيتوكوردل النيتوكوردل ده وانس يعني it will disappear طيب يتلاشى اجزاء منه حتبقى ما حيروح على طول ففي الجزء منه اللي حيبقى هو اللي حيكون لي الجيلاتينيوس بارت انسايد الانترفيرتبرال ديسك الانترفيرتبرال ديسك عندي تو بارت طيب انترنال اكسترنال الانترنال حيكون جيلي لايك خلاص حيكون زي الجيلي الاوتر بارت فايبرس حيكون اكسى اوكي عشان كده هذا البارت الانترفيرتبرال ديسك يتحمل الصدمات وانس انك انت واقف خلاص ولا بتنط بيتحمل الصدمات بضغط اوكي ما حيكون يعني شيء قاسي طيب فالجزئيه هذه البارت ده اللي اسمه الجيلي لايك اللي اسمه انولس هو اللي يتكون لي من النوتوكوردل في الامبريو اوكي واضح yes.
بس مو هو طبعا اللي حيتكون لي يعني يكون لي الفرتبرا، لا الفرتبرا حيتكون يعني من شيء ثاني برضو حتاخذوها في الامبريو. اوكي، وعندي طبعا الفايبرس بارت، عندي الانولس بارت فايبرس بارت. خلاص سبحان الله مع الناس الكبار في السن الجزئيه دي تبدا شويه شويه ايش يصير فيها؟ تكسى. خلاص مع كبر السن او ممكن تصير في عندي ديفكت. ايش يصير؟ الفايبرس هادي ريجن فايبرس بارت هيصير في مثلا في له دامج، يقوم الجيلي لايك هذا يصير في له هيرنييشن. فتخيلوا انه انا عندي هنا في هذا الهول ماشي على نفس السبان كورد صح، ففي الهيرنييشن هذا وانس ات جوز يعني ذس سايد ايش حيصير؟ يصير في كومبريشن على نفس السباينال كورد صح، او الاعصاب. طبعا زي ما انتم شايفين هذه انتر فيرتبرال فورامن اللي يبغى يخرج منها العصب، تخيلوا العصب خارج من هنا وهنا صاير هيرنييشن فيصير فيه كومبريشن صح. ار يو وذ مي؟ ماكي ماكي مظبوط. طيب انا بس بتاكد انه انتم معايا. طيب نيجي نشوف التيبيكال. التيبيكال عشان اقول هذا تيبيكال فرتبرا لازم ايش يكون عندي؟ يكون عندي في بادي. اوكي بادي لازم يكون في الارتش. اوكي الارتش هذا فورم باي وات؟ ايذر انه باي اللامينا، هذه الجزئيه اسميها لامينا، اور باي ايه البيديكلز، هذه اللي كلها تسوي لي الارتش. شايفين هذا انا اسميه ارتش. خلاص الشيء الثاني عشان ارجع اقول هذا تيبيكال لازم يكون عندي الفورامن، هذا الفورامن. اوكي عندي 7 بروسيس. ايش البروسيس؟ البروسيس واحد، لازم تكون عندي 7 بروسيس. In the back I have spinous process. In the lateral side I have transverse process. Superior هذه superior. اوكي عندي superior process وعندي inferior process، هذه اللي يعني اللي to connect or articulate with the other vertebra above. Here to articulate with the other vertebral down. لكن الفيست حقتها هتختلف طبعا من region لريجن. اوكي اللوكيشن اوف ذا فيست ان ذات ذا process the superior and the inferior it's gonna be different from region to region. طب نعدها مع بعض، واحد اثنين ثلاثة، اثنين فوق، أربعة خمسة، اثنين تحت، ستة سبعة. خلاص عندي 7. عندي كمان إيش؟ vertebral notch. superior حتكون خفيفة، هذه notch وهذه notch. الانفيرير حتكون أكبر، ليش؟ لعشان لما تجي التو vertebra articulate to each other تعطيني إيش؟ تمسك عليها؟ ها؟ تديني فورامن، انت فرتبرا الفورامن اللي يخرج منها الايش؟ النيرف. طيب اللي يخرج منها النيرف، ما حنقول انتر فرتبرا النيرف ها؟ انتبه. طيب فالانتر فرتبرا الفورامن طيب اللي هي دي هتكون anterior ليها either the body or the intervertebral disc. خلاص superior هيكون عندي نفس الarch، inferior another arch، posterior okay اللي هي عندي the other part of the vertebra. اوكي اللي هي عندي ممكن اقول عليها اللامينا. اوكي او نقول سباينس. اوكي فعندي تيبيكال زي ما اتفقنا from C7 we will consider it as a typical from now.
طيب عندي البادي تبعها as you can see small. عندي I have large foramen. الاسباينس هنا حقتها كيف شكلها؟ بايفيد مقسومة، بينما C7 ما هي مقسومة، اوكي؟ زي ما انتم شايفينها prominent وما هي مقسومة عشان تشابه اللي تحتها حقت الثوراثيك. عندي الترانسفيرس ايش فيها؟ الترانسفيرس بروسيس طبعا فيها زي الجروف عشان النيرف، فيها ترانسفيرس فورامن. مين يعرف هذه الترانسفيرس فورامن عشان ايش؟ فيرتيبرال ارتري، عشان الفيرتيبرال ارتري. طيب مين يعرف في اي ترانسفيرس بروسيس ذات اي كان فيل the common carotid artery in which vertebra? 3 ولا لا 3 فوق زي. انت دحين انت لما تيجي تحط اصبعك عشان to feel the common carotid عشان to feel the pulse، احنا نعرف we can feel the pulse في نفس اليد صح، وكمان الريست وكمان عند النيك صح. طب النيك هذه اللوكيشن فين يكون حقه الكومن كارويتد؟ ان ويتش ليفل؟ لا مو سي 4، 6 اور 7. هم 6 يا 7 يو صحيح 6. حتى عشان كده في 6 الترانسفيرز هذه بروسيس أنا ممكن أسميها إيش؟ دي لها اسم تاني باسم الكاروتيد. ها إيش تتخيلوا يصير اسمها؟ اسمه باسم الفصل إيش بكم؟ كاروتيد فرامن؟ كاروتيد بروسيس، أوكي؟ تمام؟ Yes. طيب الأبيكال إيش عندي؟ عندي حاجة اسمها أطلس وأكسس. I'm sure you know about it. What you know about أطلس؟ قولوا لي. أي واحدة يحرك الرأس يمين ويسار، واحد فوق وتحت. اسمها يمين يسار. يمين يسار لما تسوي يمين يسار هذا إيش يعني؟ أكسس. yes, no. يعني كأنك تقول نو صح؟ ايوه كأني أقول نو. لما when you are nodding your head. yes. yes. طيب لاحظوا هذه هي الايش؟ النو عشانها عندها الايش؟ pivot. الدنس خلاص بتلف، الراس بتلف حوالينا، بينما هذه مصمتة خلاص بس زي كأنه ايه تروح قدامه من ورا صح؟ طيب مين يقول لي ايت فيهم؟ هذه السي طبعا، هذه السي 1